هي ومشهوات المغربيات الحدقات. ليلى حياة معنا، صباح الخير حياة. صباح الخير حياة. حياة يمكن تقطع الاتصال بحياة، ولكن راها معنا غتعطينا بلا ديال الحوت، وحنا كنعرفوا دابا الصيف الواحد كيقلب غير على الخفيف ويقلب على شي حاجه اللي ما فيهاش الدهنيات والخضر. فحنا كذلك فتح الميكروفون مع 11 ديال النهار على الرقم 0537709939 باش تعطيونا هاد المقبلات وهاد الاطباق الخفيفه اللي كتكون في الصيف، وحتى العصائر حتى هي كذلك حاضره، لي سالاد حاضرين، ورمضان جاي والواحد خاصو شي حاجه خفيفه يحطها في الفطور بالاضافه للسوائل اللي كنتناولوها بكثره في شهر رمضان الكريم. ونتمنى ان شاء الله عواش مبروكه لكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتوا، ونتمنى ان شاء الله كل رمضان يجي ويلقانا بالف الف خير، ويلقانا امه اسلاميه متضامنه فرحانين بعضياتنا كنبغيو بعضياتنا، واكيد هذا الحب هذا كتجمعنا به الإذاعة الوطنية، وحب كبير من خلال هذا الميكروفون اللي كنتواصلوا معكم فيه، وأكيد تواصلي الآن مع لالا حياة. لالا حياة صباح الخير. صباح الخير لالا. صباح الخير وربح. فين مشيتي؟ الله يطول عمرك. أنا معاكم. أنا معاكم لالا. مرحبا لالا حياة، اش من مدينة؟ الله يطول عمرك. من العيون. من العيون. العيون، العيون الجنوبية ولا العيون الشرقية؟ لا العيون الجنوبية. العيون الجنوبية. البارح كنا في الشرق اليوم في الجنوب. احنا معاكم حتى النصارى والمغرب كامل. مرحبا، وخيرت بك لالا حياة. الله يطيرها. الله يبارك فيك الحبيبة. الله يخليك. غتعطينا شي بلا ديال الحوت، طبق ديال الحوت. ان شاء الله بحول الله. الحوت اللي غادي يكون ان شاء الله حاضر معنا، شنو النوع اللي ناخذه؟ شي حوت كبير اللي كان الميرنو ولا الميرا ولا المهم الحوت على حسب اللي دار في الفران، على حسب الاستطاعة كل واحد وتيمشي، ولا القرب ولا على حسب الامكانيات اللي واجد في السوق. واخا واخا، اذا ناخذوا الميرو ولا ناخذوا ميرلون كبير؟ ميرلا شويه تكون كبيره. هذا الميرلون كتجي زوينه في كتجي زوينه في الفران. ولا بحال مسطينات تكون الثمن ديالها رخيص المتناول الجميع، وهي زوينه لحمها ابيض وكل شيء. إذا ناخذوا ميرلا كبيرة جهد كيلو ورباع ولا كيلو حسب عدد الأفراد العائلة اللي كاينين. نعم. إذا كتحضريها قبل بشي شرمولة شي حاجة ديالها؟ تغسل مزيان، تنغسلها مزيان وندير لها المليحة والحامض، هي شي شوية المليحة والحامض وخليها تقطر. أييه. صافي تنوجدوا لها الشرمولة ديالها، كثافة نوجدوا لها الشرمولة، خلاص راهم العيالات كلهم عارفينها. كتختلف كتختلف الشرموله من بلاصه لبلاصه. واخا لالا عندنا القزبر المعدنوس الثومه الملحه الابزار. ثوم ملح الابزار. شحال كديري ديال الثومه؟ شحال كديري ديال الثومه؟ انا ما تنكثرش الثومه بزاف، جوج دريسات كاع. جوج. بحال بالنسبه للحوت البيض ما تنكثرش فيه الثومه بزاف. نعم. مثلا ملي تيكون الحوت الزرق بحال السردين ولا شي حاجه تنكثر فيه الثومه. نعم نعم. اذا قلنا القزبر معدنوس، الثومه جوج فصوص، الملح الابزار على حسب الذوق. هي الهريسه شويه الهريسه. ايه الهريسه. شويه التحميره. التحميره. شويه الكمون. الحامض المصير. دابا الحامض مصير القليل اللي كيدير الحامض مصير لالا حياة، كيديروا الحامض العادي يجي داك العادي خضر كيعصروه وكياخذوا هذوك القشور ديالو يمكن كيخدموا به في البلا، ولكن القليل اللي كيدير الحامض مصير. زعما ما نعرف انا بعد الحامض مصير ضروري عندي في المصيب. نعم. مع الدجاج مع الحوت. أيه. أنا أيه. مع أيه. انا تنستعملو بزاف، نستغنى على مطيشه هو ما نستغناش عليه في الاطباق. نعم. يعني ضروري. واخا هذا ناخذوا حامضه حامضه نقطعوها ياك كتقطع؟ ايه نقطع غير نص حامضه في شرموله والاخر نخليوهم نديروهم من الفوق. ايه نقطع رقيقها. ايه اللب ديالها ونخلطوه مع شرموله والكمون. والكمون. نديرو الشعريه الصينيه والزيتون مقطع. الصينيه بالنسبه للحشو هذا. ايه زيتون مقطع. ايه ولا عندنا شويه ديال الكروفيت شويه الكالامار. شويه شويه شويه.
ما كديريش في شرموله مع القا ديال 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 مطيشه كونسيرف ديك الحمراء. واش غنقول لك الا كانوا عندي الضياف سنحدق عليها بهكا، ولا كنت انا وليداتي سنحاول ما امكن نستغنى على داكشي ديال الكونسيرف. برافو عليك برافو عليك برافو عليك لا مزيان لا مزيان والله. وحتى الحمراء حتى بالنسبه للزيتون اللي مقطع داك نتاع الصودا نتاع السوق تندير لوليداتي شويه غير نشبه وخلاص باش لحقاش هما تيعجبو. برافو عليك تندير لهم غير المصيده وصافي. تبارك الله عليك مزيان. الانسان يفكر يعني في واحد التوجه صحي ياخذوا لوليداته في الاسره ديالو، ماشي كثير بحالك انا. الحمد لله هو بفضلكم هادشي كلشي تعلمناه بفضلكم، بان هاد الحاجه يعني بفضلكم. بارك الله فيك. اذا قلنا الشعريه الصينيه الزيتون مقطع، والا كان عندنا الكروفيت والكالامار الا كان الا كان الا كان المهم الا كان ولا كانت جايك شي حد ولا شي نهار تبغي تفرحي انت وليداتك. اييه مرحبا. وفلفله حمراء خضراء صفراء. اييه فلفله حمراء. وشويه نتاع مطيشه مطحونه باش نديروا هذا صوص طوماط. اييه صافي تنخلطو شرموله تنشرملو ديك الحوته تناخدو شويه ديال الشرموله نديروها مع الكروفيت والكالامار ملي تنفزقو ديك الشعريه تنفزقوها في ميه طايبه وتنخليوها تسقطر. تنقدوها في ميه طايبه وتنزولوها تسقطر تنديرو داك الكروفيت والكالامار تنشحرو في المقيله مع شويه نتاع الشرموله ماشي بزاف ما هو 3 دقيقه باش ما يقصحش باش يبقى فتيتي. تنزولوه ديك الميه ديالو ديك الشرموله اللي تتبقى تندوزو فيها ديك الشعريه. صافي تناخدو كلشي ونزيدو ديك الشعريه نزيدو عليها الزيتون مقطع. صافي والفلفله حمراء والفلفله خضراء وصفراء ياك؟ الفلفله هذيك غنخليوها افر حتى نديروها مع الحوته في الفران. اذا ما كتقطعيهاش ما كديرهاش مع الحشوه. لا نقسمها هي على جوج تنقسمهم على جوج ونخليهم. واخا لا ونزوليهم الزريعه ونخليهم. ايوا صافي وناخذ ديك الشرم داك الحشو تندير نص الحوته واللي بقى ليا غنجيو للفلفلات اللي بقى تنعمر به دوك الفلفلات الحمراء وخضراء وداك الشيء والصفراء. فكره زوينه. تنعمرو وتنديرو ديك الحوته الوسط صافي لا تنديرو هي بشويه الزيت ما نديرو فيها لا صوص طوماط لا والو. نعم ما كتفرشيش الحوته شي عويدات هكا ديال الكرافس شي شويه شي عويدات المعدنوس. أيه. والحامض اللي قلتي لي الحامض خضر نقطعو رونديلات ونفرشو لتحت. الحامض ملي تنقطعو ولا كان خضر انا تندير فيه شويه الملح من الفوق باش ما تطلقش المروره ديالو. هذا الحامض. ايوا الحامض فكره مزيانه. ملي نبغيو نديرو خضر مع الحوت ولا في الطياب في الطاجين ولا شي حاجه تنديرو له شي شويه الملح من الفوق باش ما تطلقش ديك المروره. فكره مزيانه. وحتى الراس ديال الحوت راه ممكن ديري فيه واحد الربيع ديال الحامضه باش هو داك الراس معاك كنعرفوه كيجمع الزفوره وكيجمع وكاين المحبين ديال داك الراس والله الا كاينين اللي تياكلو بخصوص نتاع الميرنو. اييه كاين اللي تيبغي ياكلو. اييه نعم اييه احنا معاك. صافي ونديروها في الفران. طيب نص ساعه ما وصلتش شي ثلث ساعه تتوجد شي ثلث ساعه لان الحوت ما تيبغيش طياب بزاف. نعم صافي وناخذوا شويه ديك لاصوص اللي عندنا لاصوص طوماط اللي عندنا مطيشه محكوكه ونزيدوا لها كما قلتي شي معلقه مطيشه مصبره كونسيرف هذيك المصبره معجون نديروه ونديروا معاه شي شويه شرموله ولا بقى لنا شويه ديال الكروفيت والكرامات تا هو تنزيدو مع ديك المطيشه. اييه في ديك صافي نخليوها حتى وشويه ديال الزويته بلديه حتى تشحر مزيان حتى تعقد مزيان صافي ونديروها ابار ديك لاصوص ابار ملي تنحطو الحوته هكا الوسط والتقديم خلاص راه المغربيات تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم راه فنانات. فنانات ما نقول لك شيء. ايوا تفرشي لها شويه ديال الخص داك الطلا طويل نتاع الحوت وتدوريها هكا بديك الفليفلات وديري ديك الحوته الوسط وتزيني لها عوينتها شويه بالزيتون كحل وديري لها فمها شي شويه ديال شي حامضه هكا خضراء. المهم خلاص وتحققي عليها وديك لاصوص طوماط بغيتي ديرها فوق الحوته ديرها فوق الحوته بغيتي ترافقيها في ديك بلافار ديالنا رافقيها معاها. شكرا لك وشكرا على هذا الطبق هذا الحوت في الفران اكيد شهيتينا فيه. وشكرا لكل المستمعات الكريمات اكيد اللي كيتواصلوا.